السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله يا عم الشيخ. وحياك وبارك فيك. الله وبارك في عمرك يا رب ويزيدك. لو سمحت عندي أبو والدتي، أبو زوجتي كان بيحج متمتع الحج اللي فات ده. نعم. ولما رجع هو صام هناك 3 أيام. نعم. ورجع من بعد ما رجع ب3 أيام اكتشف كان في حالة إعياء، اكتشفه كده، اكتشف اللي هو عنده ورم في الكبد، ربنا يشفيه. الله يعافيه من عنده، الله يعافيه من عنده. اللهم آمين. فالحالة في تدهور من ساعة ما رجع. أيوه. كده هيبقى صعب موضوع الصيام. فكده يبقى عليه هدي تاني ولا إيه الكفارة ولا؟ هو ما استطاع يذبح في الحج. طيب ما هو كده يعني اسالك سؤالا. ابنه في السعوديه، الموجود في السعوديه هناك. لا بس صبرا يعني. صبرا. قاعد السؤال من مطلعه. هو كان حاج متمتع ولم يستطع ان يذبح لفقره. ايوه. فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. وصام الثلاثه هناك، وهنا اكتشف ان عنده وباء كبدي لا يستطيع الصيام. أيوة. ممكن يطعم مكان كل يوم مسكين كاجتهاد إن عجز تماما، أو يصوم عنه أولياؤه، لكن هذا في حال موته دون الصيام، لكن هو اجتهاد أيضا. هو اجتهاد، مش اجتهاد. الفتوى في المسألة اجتهادية، ويطعم مكان كل يوم مسكينا. الله يبارك فيه. الله يعافيك. الله يكرمك.